يعني الست ام كلثوم غنت انما للصبر حدود، وانا كمان للصبر حدود ما بقى قادره اتحمل. بقى حضر لي الصحن، رح بلش اكل مفروكه باخر معطه للشيف. اكيد رح بلش انا عندي هون، ورح ننتقل من بعدها لعنده لحتى نشوف وين صار. رح يحضر لنا اليوم شعيبيات، وكمان رح يحضر لنا شو اسمها الثانيه الشعيبيه، بننتقل لعنده لحتى يعرفنا عنها، لانها هيك مفتوحه شوي بحط بقلبها قشطه. بننتقل لعنده ورشه ملح. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. بدي بس اعمل ملخص سريع شو عملنا من اول ما بلشنا. اول شيء سوينا عجينه المفروكه السمراء، اللي هي عباره عن كل كيلو من السميد بده 250 جرام من السمنه، 250 جرام من القطر الجامد، 75 جرام من الحليب البودره، و400 جرام من المي. عجنناهم بالمكنه، حطيناهم بديناهم بالصينيه بعد ما نشفوا بالفرن. طحناهم اول وجه، عمول اول وجه عشان بعد في وجوه لازم ينطحنوا اكثر. حطيتهم بالفرن، بعد ما انطحنوا حطيتهم بالفرن وبلشت حمص فيهم. مثل ما شايفين هون بلش لونهم يميل لل اكثر من اشقر، اكثر من ذهبي. بهيدا الوقت لازم يرجعوا ينطحنوا وجان ليصيروا، ومننخلهم لما بصيروا بهيدا الشكل اللي موجود قدامنا، يعني مثل الرمل هيك كثير ما فيهم شيء، يعني ما انهم ملبدين على بعض. بهيدا الوقت انا حتى نكسب وقت نخلت هيدول وطحنتهم وجهزت شعيبيات. صاروا الشعيبيات اللي بالفرن جاهزين، بدي شيلهم اسقيهم قطر حتى يبردوا واقدر اشتغل فيهم، بالاخص الوربات. طبعا هلا رح اسويهم قدامكم. هيدي الوربات، هيدا القطر كمان. جايب ماء انا شربي حتى هيدي وزع، اقدر وزع القطر على الشعيبيات وعلى الوربات. طبعا بالبيت تقدر ست البيت تستعمل، زمان كانوا يستعملوا بيقولوا لها مقشي، هيك مقشي صغيره او الفرشاي البلاستيك، بسخنوا القطر وبصيروا هيك يوزعون. او اذا القطر بارد، انا قطري بارد هلا فاتر منه كتير سخن، كمان بيقدر بكف الواحد يحط ايده هيك بالقطر ويصير يوزعون بذات هيدي الطريقه. طبعا الصينية بدها تكون سخنة لحتى كل هالوربات يشربوا قطر. شايفين هيدا الشكل، نتركهم هلأ شوي. طبعا الوربات ما بدها كتير قطر عشان بيرجع لما نحشيها بالقشطة بيتاكل مع قطر. بنشيلها على جنب، نحطها هون تبرد عمهلا بنقدر نشتغل فيها. كمان الشعيبيات صاروا خالصين، ويا عيني اما لون طالعين، شوف ما احلى لونهم، رائعين. كمان بدنا نسقيهم بالقطر. طبعا القطر الجامد، هيدا القطر كل كبيتين ونص من السكر حطينا كبية وحدة من المي مع ربع معلقة ملح الليمون، غلوا على النار، نطفي تحتهم، بصير عندنا هيدا القطر. انا عم بسقيهم قطر بارد مش سخن، لسبب القطر السخن بخلي عجين الباتافيلو او عجينة البقلاوة تشتش فترة ما في مشكلة. هديك المرة استعملنا زيت العجينة لما سوينا سوا زنود الست. هي العجينة عبارة عن كل كيلو من الطحين، طبعا في كتير هو موجودة بالسوبر ماركت بس لحطيكم هي من شو مؤلفة. كل كيلو من الطحين بنحط لها 50 جرام من السمنة أو الزيت بالعجينة، وبنحط لها 20 جرام من الملح، 100 جرام من السكر، من 350 ل 400 جرام من المي. بينعجن العجين مزبوط، بيرجع بيتكوبجوا بيتكوبجوا طبيعات، بينلتوا. هيدي رح خليها هون تشرب عمهلة. بينلتوا بالنشا، بيترغفوا بشكل مدور قد المنقوشي، يعني بينحطوا فوق بعض 10 طبقات وبينرقوا. بعد ما ينرقوا لازم يصير عندنا، شايفين قد ايه رقيقة؟ بهيدا الشكل رقيتها. هلا للشعيبيات، انا طبعا هون حطيت 10 ورق فوق بعض،
مش اكثر من 10 اوراق فوق بعض، هيدا الباتافيلو او عجين البقلاوه. كمان بدنا مسطره، اي مسطره. طبعا الخشب منه هيجين، بس انا المسطره اللي بستعملها ستانلس بس كثير طويله، عشان هيك سويت هيدولي. بنستعمل قطر، اهم شيء ننتبه للايدين بالنسبه للقطر. بنقطع على المسطره بهيدا الشكل، منشيل هيدا الطرف. طبعا انا عاملها هيدي المسطرة 10 سنتي، مش اكتر. نعمل 2 وهي 3. اوكي، نرجع منقطعهم بصير عندنا شكل مربع. منشيل هيدولي، منقطع العجين كله، بعدين بدنا نحط الحليب. هلا برجع بذكركم بالحليب اللي سويناه. طبعا الشعيبيات بدها تكون اكبر من الوربات. الوربات مسوي لها وحده ثانيه مثل ما شايفينها هون 8 سنتي اصغر. اوكي، مقطع هيدي عجين الشعيبيات. رح ارجع اذكركم، حطينا لتر من المي، حطينا لهم 150 جرام من الحليب البودره. لما فاروا على النار خلطنا 150 جرام من المي غيرهم، خلطناهم مع، منشيل هيدي العجينه، مع 150 جرام من النشا. الوصفه هلا بتشوفوها باخر الفقره على الشاشه. لما غلوا الحليب مع النشا حطينا لهم 5 جرامات من المزهر و5 جرامات و3 جرامات من المسكي. طبعا المزهر والمسكي بطيب الحليب مثل ما شايفين. هاي الوربات صاروا عندنا جاهزين. شو بدنا نعمل؟ الوربات، خلينا اول شيء الوربات نخلصها على السريع. فاضي ما بنحشيها ابدا، بس بنطويها. نحطها هون. الوربات اللي هي مثل الشعيبيات بس فاضي بهيدا الشكل، بنطويها على النص. هيدي اللي قطعناها بنطويها على الاخر بهيدا الشكل. نطويهم كلهم. بهيدا الشكل بيطلع لنا شكل مثلث. هيدول بنرجع بنحط لهم هلا بعد شوي السمنه. هون ما رح يزبطوا عشان العرض اللي لهم غير الطول. نيجي بنصف الوربات بالصينيه. بنصفهم بهيدا الشكل. نحمي الاطراف هيك، بنسكرهم على بعض لحتى ما يحترق الاطراف. طبعا بنكملها كلها، بنحطها على جنب. هلا بنسقيها كمان شوي بالسمنه. خلينا بالنسبه للشعيبيات، حليب الشعيبيات اللي طبخته هيدا هو قدامنا هون، نتركه يبرد. هون عندي لسه ما برد، حضرت قبل شوي هولي بردوا مظبوط. يا اما بنلبس كفوف بايدنا وبنصير بنقطعهم هيك مثل طبيط صغيره، يا اما انا معلقه البوظه بنصير بنحط بنعبيها بالنص. شايفين لما نعوم ايدينا ولا شيء، كثير سهله بهيدا الشكل. طبعا بمحرمي هيك من كتة من المي عشان ما يجي مي على عجينة الفيلو.
طبعا برجع بذكركم انه هيدا الحليب لازم يبرد، ما بقلبه سكر، ما بقلبه ولا اي شيء محلي، حتى يدل هيك كامش على بعضه. مزبوط، هو هيدا الحليب بدبق، يعني اذا الواحد بيدقره بدبق. نسبة النشا اللي فيه عالية، عشان حطينا 150 جرام نشا للتر من الحليب. هلا كمان بدنا نطبقهم مثل ما طبقنا الوربات بذات الطريقة. اوكي، منجيب الزاوية على الزاوية ومنكبسها شوي نزول، زاوية على الزاوية. طبعا في ناس بتحط اقل حليب، شي بيرجع لإلكم قد ايه بتحبوا الحليب بقلب الشعبيه. بس طبعا كل ما كان الحليب اكثر كل ما اطيب. انا بقدر انصحكم هيدي النصيحة انه ما تقللوا حليب. وبذكركم انه عجينة الباتافيلو هي عبارة عن طحين، سمنة او زيت، ملح، سكر ومي. منجيب كمان صينية منصفهم بزيت الطريقة، منخليهم قراب على بعض لحتى الحليب هلأ بالفرن بده يفور شوي إجباري، بده يغلي حتى ما يظهر يعوم كل الصينية والعجين. هيك بدلوا الحبة مرتبة نظيفة ما بفور الحليب عليها. نصفهم بهذا الشكل. وبدنا بهالوقت نسقيهم سمنة. أنا عندي سمنة سخنتها، سيحتها شوي، ما ضروري تكون سخنة. طبعا لما يكون بهالشكل عندكم مثلي الصينية فاضية حتى ما تحترق، شو عنا أطراف عجين بقي عنا فينا نحطهم بقلب الصينية هيك حتى ما يحترق أطراف الحبات الباقيين مثل هون وهون. بنحط العجين هيك بهيدا الشكل ونسقيها سمنة. طبعا سمنة لو حطينا زيادة ما بيأثر، عشان كله بده يرجع يتصفى. يعني هون السمنة اللي حطيناه زيادة بدنا نرجع نصفيهم، مثل لما مرة سوينا سوا الأسملية، بعد ما سقيناها كلها سمنة صفيناهم وما بدل في أبدا سمنة يعني بقلبها. طبعا الا اللي يشربون العجين. فينا نحط غير السمنه زبده مثل ما قلت لكم باول فقره، بدل السمنه فينا نحط زبده، بس زبده لازم تكون كلاريفي او زبده مكرره. زبده مكرره يعني بنحط بكسرول الزبده على النار واطيه كثير، بعد ما نحطها على النار نتركها لحتى تفصل المواد الدهنيه عن الحليب. بيفصل المواد الدهنية عن الحليب، بنرجع بنصفيهم على مهلنا وبنستعمل هيدا السمنة، بصير ما بتحترق. هو اللي بيحترق بالزبدة هو الحليب اللي بقلبها. هلا بنحطهم بالفرن. رح احط أول شي الشعيبيات على 200 درجة، بدهم بياخذوا تقريبا بين ال 25 دقيقة ل 30 دقيقة بالفرن. بنروح بريك ولما نرجع بدنا نساوي سوا المفروك السمراء. بشوفكم بعد شوي.